السلام عليكم، معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. سأقدم لكم طريقة عمل بطاطا تشيبس أو رقائق البطاطا. هنا عندي بطاطا كبيرة الحجم، ودا أشرحها أو أقطعها بهاي السكين الحاد، وكل ما تكون رفيعة تكون أحسن، أو ممكن نقطعها أو نشرحها بهاي الآلة اللي هي المبرشة، بها جزء خاص لتشريح البطاطا أو البصل. وممكن تستعملون محضرة الطعام إذا بيها مثل هذا الجزء اللي تشرح به البطاطا أو البصل أو الخيار، ممكن تكون موجودة بها. هنا مثل ما تشوفون بهالصورة خليت البطاطا وبديت أشرحها، هاي شوف شلون صارت، هاي هي البطاطا، صار الشرائح خفيفة، هاي هسه أنا راح أنقعها بمي بارد، يعني من البوري مو بارد من الثلاجة، لمدة نص ساعة وبعدين أشيلها منه. هنا من بعد ما نقعتها صفيتها من المي وجبت مي جديد غزير، وضفت له ما يعادل 4 ملعقة أكل ملح، وخلطت الملح زين، وراح أضيف هاي البطاطا المنقوعة اللي صفيتها لهذا الماء والملح، وأتركه لمدة 2 ساعة. هسه أنا دا أخلط الملح حتى يذوب، مثل ما دا تشوفوا ذاب، وجبت هاي البطاطا أنا صفيتها وضفتها هنا، وراح أتركها لمدة 2 ساعة وبعدين أقليها. هاي البطاطا لذيذة جدا، بس ما أنصح تنطون منها الأطفال بكميات كبيرة لأن هي السمن، بس هي المصنوعة بالبيت أكيد أحسن من المصنوعة برا، لأنه ما بها أي مواد كيميائية أو مواد حافظة. وممكن الأم تحضر كمية من هاي البطاطا بقدر ما تستعمل، ممكن تبقى عندها ثاني يوم عادي، يعني أو يعني مدة طويلة أسبوع أو أكثر مو زين يعني لا تستعملها، فتسوي كمية قليلة ومناسبة تكفي العائلة وما تزود يعني، وتحتفظ بها، ما تفيد إذا تحتفظ بها. هنا عندي هاي الفوطة مالت المطبخ، من بعد مرور 2 ساعة صفيت هاي البطاطا، وهنا مثل ما تشوفون فرشتها على هاي فوطة المطبخ نظيفة، وراح أغطيها وأنشفها، أضغط عليها بإيدي ضغط جيد يعني بس على هوا إيدي بهالصورة، وبعدين أحضر الزيت بنفس الوقت، يعني زيت نباتي غزير بطاوة أو مقلاة يسموها، وهنا أضغط عليها شوية مثل ما قلت لكم حتى تنشف البطاطا، ومن أقليها ما تنزل مي بالزيت، وهذا الزيت النباتي غزير وحار ساخن لازم يكون. ومباشرة شلتها أنا، خليتها بهذا المصفى من بعد ما نشفتها بفوطة المطبخ وقليتها بهالصورة. هسا راح أبقى أنتظرها إلى أن تحمر لونها وأشيلها، أخليها على الورق، ورق المطبخ اللي نستعمله لتنشيف الزيت أو الزبد أو الدهون، هاي وبعدين أقدمها. هسا مثل ما تشوفون دا أفتح بيناتهن حتى يدخل الزيت بين كل طبقة وطبقة، يعني كل وحدة، كل شريحة وشريحة، هذا هاي شوفوا لونها بدأ يتغير وبدأت تقرمش، يعني تصير ناشفة مثل ما تشوفون شكلها مبين، هاي أنا شوية أحركها كل فترة تحريكة خفيفة يعني بهالصورة، هسا أنا هاي الكمية اللي سويتها نصفين قليتها، يعني مو كلها سوح خليتها، يعني قليت جزء وهذا الجزء الثاني، حتى تشوفون الكمية اللي صارت عندي من 3 حبات بطاطا، هاي أنا دا أشيلها ودا أخليها على الورق، هاي
وطبعا انا ما انصح حتى الكبار ياكلون منها كميه كبيره، مو بس الاطفال. هاي هي شكلها حلو، جربوها ان شاء الله تعجبكم، والف عافيه.